لك منين بتجيبون للمعدين البرامج؟ شو المحاور والعناوين الكاذبة والهابطة؟ لك احكوا الواقع. حاطين برنامج حواري ومستقبلين اثنين ضيوف، فبيحط عنوان إسرائيل أهون من بيت العنكبوت وإسرائيل إلى الزوال، وبيبلشوا بقى الضيوف واحد من بيروت وواحد مدري منين. هذا الإعلام الهابط، هذا الإعلام الكاذب، هذا الإعلام الذي لا يحترم يعني المشاهد. يعني أنتوا عمين عم تكذبوا. مؤسف هذا الإعلام ومؤسف من يدير هذا الإعلام. كيف أهون من بيت العنكبوت يلي اجتمعت العالم كله ليضغطوا على إسرائيل لتدخل كرتونة مساعدات لغزة من المعابر؟ ما قدروا. أنا ماني عم شيد بإسرائيل، إسرائيل عدوي، لكن احكوا الحقيقة. لما أنت بدك تقدم لي إسرائيل يا فهلوي زمانك، يا أخباري سوري، يا أعلام هابط وكاذب بهذا التوصيف، كيف هاي زبطت معك؟ تقر لمستوى المشاهد، حاجة تكذبوا بقى الناس قرفتكن كأعلام. لك هذه إسرائيل الأهون من بيت العنكبوت وعملت فينا هي. لك منين بتجيبون للمعدين البرامج؟ لك حتى ضيوفكن هدول منين انتم بتقرقعون وبتجيبون منين؟ إن لم تستحي فقل ما شئت بإعلامك.